قبل ما يدخل يعني داخل بقلب. بالتأكيد بالتأكيد. فطبعا بتحاول كوريا الشمالية أن تستثمر أو تستلهم النموذج الكوري الجنوبي، النموذج الكوري الجنوبي، انها بدات يعني تخفف اهتمامها بالصناعات العسكريه وغيرها، وبدات تهتم بالاقتصاد والتجاره، واحنا عارفين الاقتصاد الكوري الجنوبي مهم جدا. يعني في حاجه تتعلق بمصر هنا يعني، وده حاجه يعني في اعتقادي مهمه جدا. لو تاجلت هذه القمه، قمه سنغافوره اللي هي في 12 يونيو، في كلام عن تغيير المكان. وانا في تصوري ان مصر لها حظ مهم جدا انها تستضيف هذه القمه اذا ما تم تغيير المكان. لماذا؟ اولا احنا عندنا هنا في فندق مينا هاوس اللي موجود في الجيزه، ده استضاف اعلان ما يسمى كايرو ديكلاريشن او اعلان القاهره. اعلان القاهره ده تم 1943، في من خلال هذا الاعلان تم اعلان استقلال كوريا الشماليه والجنوبيه. فالاطفال في المدارس، في روضه الاطفال، في الابتدائي، في الاعدادي، حتى في الجامعات في كوريا الشماليه في كوريا الجنوبيه بيدرسوا مصر، بحيث لان الاستقلال جاء من مصر، جاء من فندق مينا هاوس. وهنا جاء الرئيس وقتها، الرئيس روزفلت الرئيس الامريكي، ورئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل، والرئيس الصيني، واعلنوا استقلال كوريا قبل ان تنفصل، كانت كوريا واحده. وبالتالي في الوعي الكوري مصر، يعني مصر لها وجود كبير جدا في الوعي الكوري. وبالتالي انا في اعتقادي لو تم تاجيل هذه القمه شهر او شهرين، وفي اعتقادي قد يتم اكثر من هذه الفتره، يمكن لمصر ان تدعو الزاعمين. مصر تدعو ولا كوريا اللي تطلب؟ مصر تدعو باعتبارها هي يعني هي مكان الاستضافه، تدعو الطرفين ان ياتوا، وفي الحقيقه كل الاطراف هتستفيد. يعني لو اتكلمنا عن مصر في اعتقاد هيتم تسليط الاضواء في كل وسائل الاعلام على ان مصر التي اعطت الاستقلال الى كوريا ها هي تعيد السلام الى كوريا مره اخرى وتعيد الوحده، لان بالمناسبه كوريا الشماليه كل منهم بيعتبر نفسه رئيس لكل الكوريين. يعني رئيس كوريا الجنوبيه رئيس مو بيعتقد ان هو رئيس لكل الكوريين شمالا وجنوبا، الرئيس الكوري الشمالي ايضا بيعتبر نفسه رئيس لكل الكوريين. الرئيس الامريكي هيرحب بهذه الفكره، ليه؟ لانه هيجي هيجلس على الكرسي اللي قاعد عليه الرئيس روزفلت، والرئيس روزفلت ده رئيس تاريخي، وعمل هو اللي كان رئيس القوات الامريكيه في الحرب العالميه الثانيه، هو يعني حد كبير جدا في التاريخ الامريكي. الرئيس الكوري الشمالي هيكسب ايضا، لانه لو جه هيمنح الكوريين الاستقلال والوحده من مينا هاوس او من نفس المكان اللي اعطي منه الشعب الكوري الاستقلال. وبالتالي انا شايف فكره الجذب والشد ما بين الولايات المتحده الامريكيه وكوريا هتستمر، لان هدف الولايات المتحده الامريكيه